مزيج كفن تبع الموجة. فرحان برشا اليوم باش نستقبل واحد من اهم واقوى لي رابر في تونس. ايه لي مرحبا. مرحبا يا دود. شنو احوالك؟ الحمد لله عايش. اليوم لبس تراب لايف انا. صحة. يعطيك الصحة. ميرسي على الكادو. عايش. الالبوم مبروك زاد كيف كيف. عايش. نبداو. المفاجأة انك الالبوم هبطوا على سبوتيفاي. الكل هبط. كي تهبط البومك على سبوتيفاي مع اليوتيوب ما يمشيش، واحنا جمهورنا ما تعرف يوتيوب بالاساس ولي نومبر دو فيو. علاش هالاستراتيجية؟ شوا ارتستيك حبيت نهبط البوم كامل خاطر في البوم كامل معناها نجم تحكي برشا حكايات في البوم كامل، نجم تفهم روحك انت كفالور ارتست شنية في البوم كامل، مش كيما كل تراك معني كل غنية والحكاية متاعها، كل غنية والحكاية متاعها بار سينجل بار البوم، معني فما انترو في معني من الأول شنية تدخل باش تحكي، فما في الوسط الالبوم شنية باش تحكي، وفما الاوترو متاع الالبوم. هذا البريستيج متاعك؟ ما هوش البريستيج متاعي، هذا الموزيكا، وصول موزيكا معني قواعد الموزيكا صحاح. أما اليوم اللي يخمم معناتها فيو وفلوس ويوتيوب يقول لك فلوس الحمد لله، معني مش لازم باهي، معناها واحد كي يشوف يكتشف في روحه حاجات اخرين، فهمت؟ خاطر في الالبوم الالبوم تولي تهزك باش تعمل دي زيكسبيريونس اخرين، باش تعمل موسيقى اخرى، تحكي حكايات عمرك ما حكيتهم. انا حكيت في الالبوم حكايات بيرسونيل عمري ما حكيتهم. نرجعوا لهم كان تحب؟ معناها اي نرجعوا لهم كان تحب. باهي، فما حاجه اخرى انه اليوم شفت حتى هبطت دي ستوري وريتنا فيهم انه على سبوتيفاي الالبوم تاعك كان الاول. لكن وديزر وديزر وانغامي وانغامي و... وعلى اليوتيوب لي شيفر نتاع ليه ما همش كما العاده؟ على خاطر موزيكا كونسوميت وكهو، خاطر موزيكا كونسوميت بريسك في ال... في ال... في سبوتيفاي وفي ديزر وفي انغامي و... وتسرقت زاد الموزيكا هبطت في يوتيوب من معني من قبل ما نهبط انا وكهو. اليوم الالبوم تاعك يتسمى ناجح ولا لا؟ بتبيع معناتها باللي شيفر اليوم تعرف انت شو عملت 3.5 ستريم اي في الالبوم تاعي، نزلوا كي بعثوا لي سبوتيفاي. اي ان شاء الله مبروك. نوصل 15 مليون ستريم ناخذ عليه تروفي جولد ان شاء الله. جيبوا معناها اي ان شاء الله ان شاء الله كان ستريم ماشي. اما راهو في سبوتيفاي راهو يتسمى الالبوم ضرب به، معناها كي تشوف غنياتي القدم اللي فيهم 20 مليون في اليوتيوب وفيهم 19 مليون و15 في اليوتيوب، تشوف تلقى مثلا 200 الف ليكتور حتى متاع ارتيستوات اخرين موجودين، فهمت؟ تلقى 200 الف ليكتور 250، فهمت؟ انا اليوم اقل غنيه في البومي فيها 200 الف ليكتور. اقوى غنيه في البومك على سبوتيفاي شنية؟ فالس فيها 411 ألف ليكتور. أما فالسو تخدمت زادة، معناتها هبطت على اليوتيوب وعملت شكتي زادة كيف كيف. أما خاطر فالسو خاطر أقدم منهم، فهمت؟ بريسك شهرين توا عنده الألبوم في سبوتيفاي باستثناء والغنيات الأخرين القدام باستثناء فالسو. فما متاع شنية 350 ألف، مش متاع شنية، فما تون تصرف 350 ألف، من بعد البياسة 300 ألف ليكتور، من بعد ساعات 290 ألف ليكتور، ومن بعد مشفر 280 ألف ليكتور. حاصلوا أقل غنية في الألبوم فيها 200 ألف ليكتور. معايا ولا لا؟ إنه تو نتصرف كان هالجزء الثاني متاع شنية، كمالة متاع شنية بريسك بريسك ما عارش. أما شوف بعد شوي باش نحكيو على المواضيع متاع تو نتصرف، باش نحكيو على موضوع الألبوم. دونك باش اسمعوا تو نتصرف. غنيتك يتعدوا في الإذاعات حاجة طبيعية ولا لا؟ حاجة طبيعية خاطر موزيكتي نظيفة، وإلا خاطرني زاد نهبط موزيكا كلين وموزيكا ديرتي، فهمت؟ دونك حاجة طبيعية باش تهبط موزيكا كلين باش تعاد في الإذاعات. اليوم زاد كيف كيف خلينا نتفقوا إنه زاد الموزيكا تحلت معناتها على الناس، موزيكتكم كانت قبل راب بور اي دور، تويك المواطن العادي ولا يعرف نتاع شنية، يعرف يغني تو نتصرف، الموزيكا ولا تتعدى في الاذاعات يسمعوها الناس الصباح ماشيين يخدموا مروحين وكل شيء. معناتها انتم من الناس اللي ساهمتوا باش الموزيكا تتبدل، البعض يعتبر ايجابا يقول لك الموزيكا اللي متبدلت وكل شيء، البعض يعتبر سلبا يقول لك كيف كيف موزيكا تونسيه تبلبزت فزدت جيل جديد جاي بافكار جديده بكلم جديد بلغه جديده بيت جديد وكل شيء. انت كيفاش تراه زوز حاجات هذوما، شيخ ولا متقلق؟
والله لا مانيش شيخ برشا ومانيش متقال بون يمكن شيخ اكثر على خاطر حاجه بيه هيك تعدم هنا موسيقى ولا في ما عارفش حتى في التلفزه عادي والموسيقى ولا في الراديو مانيش حاجه خايبه فهم موسيقى تبدلت اما تعدى كمان وتعدى موسيقى بيه قاعده تعدى زيت موسيقى تبدلت في تونس يعني موسيقى بيه اي تبدلت الموسيقى في تونس ما نحبش نقولك راني انا درشنية سيبوا الموسيقى تبدلت طبعا نقول انا معناتها اذا كان انت بتحبش تقول لي خلينا نقول انه فما جيل جديد دي جون اللي موجة جديدة قراوا موسيقى تونسية بطريقة اخرى تنجم تحبها ولا ما تنجم تحبهاش ما تنجمش تقول انها مش ناجحة غنيتك الكل معروفين بك الكلمة محسنة مزمنة متاع شنية تو نتصرف يحبوا يجلسوني في فلوس معناتها بخلف حتى العنوان فما الكلازمه اللي تبقى ترند هذيك تبدا هذيك اللي تبني عليها الغنايه ولا كيفاش معناتها هي اللي تكتب من بعد تكتب الغنايه ولا تكتب الغنايه نتاعك ومن بعد هي تجي من تحصيل الحافه تجي في وسط الغنايه تجي في وسط الغنايه هذه تولدت بتو نتصرف ولا تولدت بخلوني وحدي وقت الشده من الاول كيما تسمح اي باش نشدوا نغطسوا فيها الغنايه تفضل خلوني وحدي في وقت الشدة شكونوا ما برشا عبيد شو رو تو نتصرف منيش نحكي في الـ في الـ في الوقت هذا وإلا معناها فما وقت لقيت برشا صحيت فما برشا عبيد يخليوك في وقت معناها ما تلقاش سيبورت من العبيد سيرتو الوقت الأول متاع الموسيقى تبدا موسيقتك مش ناجحة ما تلقاش برشا سيبورت من العبيد دونك خاطر تبدا ماكش ناجح باش تبدا العبيد تدور عليك وجوها وسيرتو في دومين موزيك او حتى العبيد حتى البنات حتى فهمت بارتو فهمت بعد كي تتحرك الموزيكا شويه يطيح الصرف تجي العبيد الكل والبنات يجيو كل شيء الشد عمرها ما تدوم دونك انت تعديت بالمرحله نتاع الشده اي واحد تعدى بمرحله صعيبه في حياته اما عمرها ما تدوم نعرف اللي نعيشه فوق الماده وقت الماده نعيشه فوق الماده كل شيء بالفلوس كل شيء عنده سوم نعرف اللي نعيشه فوق الماده ونعرف اللي كل شيء عنده سوم طونا تعرف انت مادي عليه مانيش مادي ما نعيشه في وقت الماده يعني هنا بالاكسبيرينس بتاعي في الدنيا نعيشه في وقت المادة كل شيء رو عنده سوم كل شيء بريسك صالحة في الفن هذه كيفية؟ صالحة في الفن يعني حتى الفن ولا يدوري الفن الحاجة الوحيدة اللي ما تتقيمش بالفلوس أما الفن مربوط بالفلوس معناها فما فلوس في الفن والا في فهمت معناها الفن تنجم تبروموتيه لازمك فلوس باش تبروموتي الفن نتاعك كلكو سوا انت باش تصور كليب لازمك فلوس لازم باش تسجل يعني فلوس وعلى قد ما تقوى الفلوس على قد ما الكاليتي نتاع الموسيقى تقوى بيان سور ويقوى البيدجي ويقوى سبونسورينغ وتقوى الدنيا الكل اليوم متفرهد ماديا عليه ولا ليه الحمد لله بالموسيقى واليوم ها وليت تعمل في البيوب وكل شيء معناتها وليت سوليسيتي حتى على الشركات شو معناتها انت تلوج عليهم الحاجات هذوما ولا والله ليه هما يلوجوا علي يستثمروا النجاح نتاعك وليت عملت جو عملت زاد كيف جو ديليس وش عملت اخر يولو وش عملت اخر وش ناوي تعمل اخر خناكي وعجو شوية وش ناوي تعمل اخر ماركة متاع حوايج جو ماركة متاع حوايج ديجا المريول هذاك شراوت التيلي تكست معني تونسي مولاها تونسي يعيش في ألمانيا بروديوسي في موجود هذايا في موجود في السيت نتاع تيلي تكست اما غالي شويه اما مش انا نبيع فيه فهم قداش سمو بربي 140 واو غالي اما الكاليتي نتاعو به يعني كاليتي قويه معناها في يخدم بريسك نفس كاليتي مع معرش جوتشي جيفانشي كلفن كلين تكسحها على هدية عايشك بيه تغليش عليك يعيش تبلينا بالفن خلفن بليا بلوى باهية باهية وخايب خايبة باهية وخايب علاش وين جانبها كيما كل حاجة
منعرفش جانبها الخايب، منعرفش جانبها الخايب، كيما باش تلقى برشا عباد يحبوك، باش تلقى شويه عباد ما يحبوش وجودك انت معناها في الدومين. موجود الهيترز موجودين في اي بلاصه، موجود دونك تتعامل معهم هذوما، تخمم فيهم، تركز معهم، ولا التجاهل؟ تجاهل. الموتيف الناس، الموتيف الناس. ايوا نعم، موسيقى موتيفاسيون، كيما تعاونوا تصرف هكا اغنيه فيها اسبوار، فيها داركك الغمه هذيك. ليه والله ليه عندي موسيقى معناها هي كيما نقولوا كل مره موجه كيفاش معناها انت والحاله النفسيه نتاع الارتيست، كل مره موجه كيفاش تجي. اما الاكثريه نحب حتى في الدار كذاك نخرجوا معناها بحاجه موتيفي العباد، فهم؟ على خطر عندك مسؤوليه تحس روحك؟ عندي مسؤوليه، وانا بدي نحب الموسيقى اللي موتيفي. ما عندكش فكره قديش العبيد معناها يكلموني، ما عندكش فكره قديش في التلفزيون العبيد يكلموني، ما عندكش فكره قديش العبيد من برا يكلموني، العبيد يعيشوا في غربه، العبيد يعيشوا في اوقات صعاب، ما عندكش فكره قديش عندها امباكت الموسيقى عندها. ما نسربيش زمام اش معناتها؟ انت عارف نورمال معناها مش مانيش ما عارفش مانيش مفيزي في حتى حد، ما نسربيش زمام معني كي يبدأ واحد متقلق لازم يسمع موسيقى. خاطر انا تعديت في وقت في حياتي متقلق، كنت نسمع في موسيقى زمان ما عاونتنيش، دونك جربت نسمع موسيقى موتيفي شويه هكا عاونتني، كملتها هيله، باقي التخمام وليت شبدان طعم حسن مضمن. يس لو كان جد نولي اقوى بدان لو كان جد التخمام يسمي. ربطت مع روحك. نحب نعيش بيس، عايش بيس تا ولا ليه؟ الحمد لله. ولا فما شوية كلاشيت نرمال ما يتسمى بيس هذيك تاع يوتيوب اي باش نحكيو كلاشيت تاويكا والله انا ماذا بيا ما نحكيوش، وانا ماذا بيا نحكيو، علاش ما نحكيوش؟ ما نعرفش ما تفضل ما تسمي حتى حد. دخلت في كلاشيت اي نورمال كيما اي رابر يا اخي، مانيش اول واحد انا ندخل في كلاشيت. اللي فما قلته في الكلاش الكلاش تمارسه من باب انك من باب الدفاع ولا من باب الهجوم؟ من باب الدفاع، على خاطر عمري ما كنت شو الراب جيم تتقسم الزوز على شيرتين، شيرة يخدموا على رواح وشيرة يسبوا في العبيد يخدموا على رواح. بكل صراحة معني نورمال هي جيم وهي منافسة وهي ذيك الكل وذيك الكل قابلين ونحن مستنسين بيه، فهم؟ أما فما ناس تخدم، أما كلاشيتك دونك يبدأ مركز هو بش يخدم، وفما ناس أخرين يجي ويسبوا العبيد اللي يخدم بش يستقاطوا من النجاح متاع العبيد اللي قاعدة تخدم. أما فما معناتها دخلت في كلاشات زاد مع ناس اللي زاد عندها اسم، معناتها مش ما مش نكيرات، معناتها نورمال، شنو المشكل معناها؟ عادي يتقابلوا لاسامي معناها. الكلاشات هي كلاشات بالنسبه ليك انت ضغينة في الدنيا زاد كيف كيف، والا هي فقط جيم انا عمري ما نلوج على عبيد في الدنيا ولا كشخص معناها. اما جست فما دي ليميت في الموسيقى، فما دي ليميت في الموسيقى، فهمت؟ كي تحب تخليها موسيقى تخليها موسيقى، كي تحب تردها معناها اكثر من الموسيقى تردها اكثر من الموسيقى. واحنا عمرنا وانا واحد من الناس عمري ما كنت نلوج على حاجه بر الموسيقى، سينو اول حاجه ما فماش وقت معناها باش نقعد هنا تصور باش نقعد هنا نلوج على بيت في الشارع، ولا اول حاجه ما فماش وقت، ثاني حاجه ما فيهاش حتى منفعه معناها ما فيهاش حتى ربح. انت كلاشيت هو كلاشه هبط باش نجم نقول ربحت، تغزر النومبر دو فيو، تغزر الامباكت، تغزر كيزوز. ما فهميش تراك متاعي يتفسخ. انا خديت بيت من الانترنت، خديت زوز بيتات من الانترنت وسجلت عليهم يا اخي، فما شكون شري البيت سجلت عليه وهبطوا فري فور نون بروفيت، معناها فري مانيش مونيتي، ما حطيتهاش مونيتيزي الموسيقى، فهمت؟ فما شكون شريه وعمل لي سترايك، نحالي الفيديو نتاعي. فرحان انه تنحى ولا ماذا بيك لو كان قاعد؟ فرحان انه تنحى ولا ماذا بيك لو كان يبقى؟
نورمال هذاك اللي كاتب هذاك اللي صار هذاك اللي صار. به نرجع للغنيه. تخمام اساطير عنده عندي ايجو خطير نحب نصلح الديفو، لكن الاسطوره والايقونه ما يبداش عنده ديفوات المفروض. علاش يبدا؟ لازم عبد زاد يكون صريح مع روحه شويه. فماش حتى عبد ما عندوش ديفوات. اكثر ديفو عندك، اكبر ديفو عندك؟ معلش ما نعمل رياكسيون في وقت الغش يدور. غشك خايب. بعد ديما نعمل رياكسيون في وقت الغش، من بعد مرش روحي انا ذاك هو اللي علي. بعد شوي باش نعملوا فريستايل، حضر لي روحك. حضر روحك. مغروم بالكره. جمعيتك شنيه ولا متقولش؟ ما نقولش. ما تقولش تونس. مارادونا بيه برشلونه ولا ريال مدريد؟ عارش ريال مدريد. ريال مدريد. مارادونا مغروم بيه ولا ليه؟ فماش كوم واش مغروم مارادونا ولا ما عارش مارادونا. انا ماني في الكره كعبلي دونك تعرفوا سير تعرف مارادونا. نعرف مارادونا ورونالدو وميسي نيمار باهين ما شاء الله اربعه. بيه نعملوا اسمع، نعملوا فريستايل ولا نحكيوا مواضيع؟ نحكيوا مواضيع، نخليوا فريستايل للاخر. باهي اوكي. قداش عمرك تو؟ ولا 28 ولا 27؟ في بريسك في شهرين نولي 28. 28 العمر يجري ما شاء الله. كما غنيت في في غنيتك. القلب والحب شنو؟ نورمال. تو تحب اكثر ولا تتحب اكثر؟ تتحب أكثر. تتحب. عطا وليد جولدن بوي. ما عنده كل شيء، سكسي شهرة. الحمد لله. والدنيا تبدلت. الحمد لله. والبنات تبدلوا. الحمد لله. والقعدات تبدلت. والله ليه أنا راني مانيش تعقعدات برشا ومانيش. والله نحل إنستغرامك تو كان جيبولي تليفون تو نقولك فيش كوني يتبع. مانيش تعجاو برشا، نتبع هذيك نتبع خاطر يتبعوني نتبع نورمال كيما العباد كيما اي طفل تونسي يتبع برشا في الانستغرام. شفناك برشا مرات في انستغرام تاعك مع المانكا والممثله عزه سليماني. تحكي برشا انه انتم اون كوبل. ليه ما فهمش هاي اصحاب انا وعزه. تحيه لعزه وكهو. وكهو وقصت عليا. تذكر الموضوع كهو. به سينو انت معناتها ما تحبش تحب ولا ليه؟ معناتها انت مسكر عليا. نورمال كي تلقى عبدي تحب نورمال معناها ما نورمال. هذه حاجه تجيب طبيعتها هذه معناها من غير ما تخاف انه تخاف انه العرس والخشاشر والصغار والعيشه تبعدك شويه على المزيكا تولي عندك مشاغل اخرى؟ ما نصورش خاطر نشوف البرة معناها ولا حتى في تونس نورمال. يعني فما عبيد يعملوا موسيقى وما عارسين نورمال. شنحو الكاسترو لاباس ربي. فما خدمة مع كاسترو ولا في ألبومه بريسك قاعد يحضر توا هو في بروجي جديد. شنو نوحة الأغنية هذه؟ باهية برشا. شو مع كاسترو ما بيناتكم عقد معنوي أخلاقي شنو بالضبط هذه؟ عقد رجلة. عقد رجلة. خويا هذاك معناتها لازم معناتها بمنطق لازم معناتها لازم خاطر بدينا مع بعضنا. وتحيه ليه كاسترو. وكاسترو من اكثر العباد اللي تسوبورتيني. هذا اللي ما تعرفوش العباد يسوبورتيني برشا في اي حاجه. وانت تسوبورتي؟ آه. شنو اللي يخليكم كي كنتوا مع بعضكم كنتوا قويين انفصلتوا وما صارتش ما بيناتكم مشاكل؟ معناتها في العاده وقت اللي اي جروب يبعد تخرج المشاكل. خاطر تلقى مثلا تلقاهم ما يعرفوش بعضهم وتلموا على خاطر موزيكا. اوتوماتيكوم باش تعرفهم موزيكا. نعملوا فريستايل كاو مازال بعد باش نحكيو على التورني نتاعك خاطر عندك مهرجانات وعندك زاد كيف غدوه تو نحكي بعد باش تغني وعندك دي بروجي زاد كيف باش نحكي عليهم بعد لحظات بعد ما الفريستايل. اعطيونا الموزيكا وربي قدر الخير. ها يا
Okay, okay. I just like this. Mahasin, you already know. Yeah, yeah. Name the booze chic. Yeah, yeah. Yeah, yeah, got the juice, قدامي دبوزة شيك Dope kill blues, عندي موزيكة تزهي Yeah, yeah, got the juice, قدامي دبوزة شيك Dope kill blues, عندي موزيكة تزهيك نعيش في النور أفريكا, مسخانة كل موزمبيق ملا فري ستايل اللي كتبته في موزايك I'm so freaking high, من غير ما تعطيني راي Number one album في ديزر وسبوتيفاي تي كوني لقاي مشان على البواتا والحاي اي نوباري اف وما سيزن ما دامني حاي خاطر واقف كيما الجدار ما خرجتش على الايتار انا فوق السكه كيما القيتار كيما الجيتار شيخة فراسي كبيتار انت الحكومه رشمت الحومه في الخريطه 27 راسي شبك 20 راسي شبك 27 راسي شب يا قلت لك راني باش ننسى بشيء امام اوكي yeah. okay. 27 راسي شاب تقولش عمري 40 19 انحرفت وربي ينفخلي في صورتي انتي شاي ما عرفت وتحب تمسخلي صورتي تغيبني كان كن مركي والفيفا تفسخلي كورتي It's all about time yeah it's all about time بلا تكسير كرايم فقر بوقت نحب اللايم انا كبار امسي في العباد تقايم سايب عليك من الراف وخذ بلاصة هادي زعايم يا قد الجوز دخلت بوزة شيك دوب كيل بلوز عندي موزيكا تزهيك انا افريكا مسخانة كيل موزمبيق ملا فري ستايل حطيته في موزايك يا 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 به قبل من كم عندك تورنية صفات حركة الدنيا معناتها نشوف فيك برشا بلايص الحمد لله وين باش نلقاوك اعطيني المواعيد أول حاجة باش تلقاوني غدوة في كاربيديم نحب الناس الكل يجيو يو بولاب 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 محاسن فاميلي الناس الكل بولاب غدوة في الكاربيديم إن شاء الله ديجا فما برشا عباد جايين بعد عنا لو 26 تبرقة 29 ألجي لو بروميير ضيف لو 2 متلاوي لو 3 سيدي بوزيد لو 5 كونسير بريفي لو 7 بن عروس 9 توزر 14 حمامات ومن بعد عندي جربة قمرت صفاقس وفان اوت عندي ان شاء الله باريس واول سبتمبر برلين واخر سبتمبر كييف ان شاء الله مبروك دورة كبيرة عندك الجي عندك الجزائر كيف ونعرف انه عندك كوميونيتي كبيرة في الجزائر يسمعوا فيك تسلموا عليهم تحية الجي الجزائر الكل به عليك كارتاج معناتها لي رابور ما طلعوش متضامن مع زملائك بالطبيعة ترى حاجة لازم يعطيو كارتاج شو انا ولا غيري فما ناس راهي تخدم في الشتاء باش تاخذ عروض كبار في الصيف اوكي دونك لازم يعطيو ارتيست تونسي كارتاج علاش نحنا ما نكرهوش سول كينغ معني نحنا نقدروه ونقدروا خدمته ونعرفوا حجمه معني موسيقي مي زيد راهو فما ارتيست ويت توانسه ما شاء الله عليهم ويستاهلوا ياخذوا كارتاج معني انا طلعت انا وياها عملناه ديجا معني الناس اللي حضرتي يعرفوا معني يعرفوا شنو صار في الشو معني ويعرفوا قديش تعدى ناجح معني شو تاعنا عم ناول انا من فاست عم ناول قلت سير سناب شي مدو الارتيست تونسي يا اخي ما مدوش لحتى حد لا انا لا غيري نورمالمون ياخو ارتيست ولا زوز نجم تعطي زوز خير من اللي معني ما نعرفش انا خير انا راه كيفاش معني ما عرفش سمعت 100 مليون فما 100 مليون كاشي مدوا والله ما نعرف ما نعرفش قداش مدوا للناس ما نعرف يمدوا لهم بالورو معناتها برشا فلوس وديما تصير وخدمت مع برشا انا ارتيستويت راهو من برا يجيو ديما تصير في تونس نتاع يجيب ارتيست من برا ناجح يعطيه برشا فلوس ويجيبوا ارتيست تونسي ناجح وما يخش نفس الفلوس دونك لازم العقلية والنظرة الفنان التونسي لازم العقلية لازم الكلنا راهو توانسة الكلنا زادة اون بليس زادة راهو تجيب ارتيست من برا يجيوه برشا عباد وتجيب ارتيست تونسي انت والارتيست اما انتم تجيبوا معناتها توا نلاحظ في الحفلات نتاعكم تبارك الله وعملناه حتى وقت اللي غنيت قبل سوكين الجمهور كان متفاعل ومعبي وحافظين عملناه لنا في كارتاج صبت الشتاء ما خرجش حتى حد قص حتى حد نغني وديجا نتاع الماتريال يحبوا يقصوا العبيد ما حبوش يا لي يعطيك الصحة عايشك ميرسي يعطيك الصحة وجيتك عزيزة وغالية